على قدر تمسكك بالذكر على قدر سلامة قلبك فتنجو به غدا يوم القيامة، على قدر بعدك عن الذكر على قدر ما تتلبس بك الغفلة، وكلما تلبست بك الغفلة وقع هذا الذي يحذر وهذا الذي يخشى، ألا وهو الوقوع فريسة للشيطان. وعلى قدر ما يخدش إن صح التعبير ما يخدش الشيطان من قلبك على قدر ما يخاف العبد على قلبه، يعني ما هو مدى سلامة هذا القلب وهو يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى.